تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة إكسبريس اف ام. شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. سي ساعة سعد اللاوي كان تحط لنا الامور في طار ساعه. فما نادي روبوتيك هكا دونك موجود يدوري في المدرسه هذيا في حفوز، او كي تعطينا التفاصيل خلينا نفهموا ساعه. هو نادي روبوتيك ينشط في معهد فرحات حشاد بحفوز. انا بحكم اني مدرب متخصص في هذا المجال، يعني مدرب محترف، تلقيت التدريب خارج تونس، يعني متحصل على كل درجات التكوين في الخارج. وبحكم اني موجود في تونس، مدير المعهد يعني صديقي هو تواصل معي على اساس اني ندرب الفريق هذا ونعطيهم الاثر في هذا المجال. الحمد لله، يعني تناقشنا في الموضوع وخبرته على اساس انه في مسابقه هذه الفيرست ليغوليك، لكنها كانت وقتها معناتها التوقيت قريب من تاريخ المسابقه، يعني قبل شهر، لانه عاده هذه المسابقه يقوم بالتحضير لها لمده سنه كامله، وكان تحدي معناتها بالنسبه لنا ان قمت بتدريب الفريق في توقيت قصير جدا، والحمد لله. واضح، برافو، يعطيك صحة. خاطر تذكروا انت كنت معناتها حتى درست في الخارج وكنت شاركت في عديد المسابقات، معناها احنا طلعنا على هذايا، راهو مش انت اللي قلت لنا، ممكن تستغرب حتى اللي نعرفوا هذايا الكل. شكرا شكرا لا شكرا. يعطيك صحة، وفزت يعني حتى في مسابقات على المستوى العربي في الخليج، حتى على الصعيد الدولي في مراتب مشرفة، حتى كان مش مرتبة أولى ولكن حتى في مسابقات دولية. فعندنا ثقة إن شاء الله تنجموا تمشيوا لبعيد في المسابقة العالمية هذه. دونك على شنو خدموا الشباب هذوما بالضبط، وهل هي نفس الغبو كما نقولوا باش يمشيوا بيه المسابقه الدوليه، ولا ينجموا يقدموا حاجه اخرى؟ كيفاش هي الاستراتيجيه نتاعكم وكيفاش ماشيين دايوغ؟ هو بالفعل معناتها الحمد لله، يعني انا كنت معناتها نشرف على فرق خارجيه خارج تونس، وتوجت بهم عديد المراكز، وهذا كان عنده اثر بالنسبه لي، يعني من ناحيه التجربه ومن ناحيه التكوين. صحيح، هذاك علاش احنا كوصلت اني حضرت الفريق في توقيت قصير. بالنسبه للروبو، هي مسابقه عالميه، يعني هذه المسابقه هي مسابقه عالميه. المسابقه هذه العالميه يعني تقام في هوستن بامريكا. عاده يعني كل الدول ترشح الفريق اللي حاصل على المركز الاول وطنيا باش يمشي يسابق في المسابقه العالميه، ويكون باش تكون نفس الظروف، يعني نفس الحلبه، نفس يعني نفس العمل اللي قدمناه في البطوله الوطنيه هو نفسه باش يكون في البطوله العالميه، لكن يقع تطوير، يعني يقع تطوير من ناحيه مثلا المردوديه، من ناحيه الروبو داخل تحدي الطاوله، يعني ما احنا ما نستحقوش برشا تطوير، فقط تقريبا شويه تغيير، فقط يعني تغيير بسيط جدا. بالنسبه للمشروع مانيش باش نغيروا فيه، خاطر هو مشروع ممتاز جدا. بالنسبه للكور فاليوز قاعدين احنا يعني ندربوا شويه على الكور فاليوز وعلى اللغه الانجليزيه، لكن ماك تعرف التحكيم هناك باش يكون باستخدام اللغه الانجليزيه. قاعدين تو الوليدات يتلقاو في التدريب في هذه اللغه، وقاعدين نفس الشيء معناتها نخدموا اون باراليل في المجالات الاخرى، لان المسابقه هذه فيها اربع اقسام. واضح، هي قسم التحدي الروبوت، وقسم المشروع، قسم التصميم والبرمجه، وقسم القيم الاساسيه اللي كور فاليوز. واضح، شكرا لكم، يعطيكم الصحه على تفاعلكم معنا اليوم الصباح، نتمنى لكم التوفيق. وقتاش هذايا في الولايات المتحده الامريكيه؟ كيفاش باش تمشي والفريق جاهز؟ تحتاجوش حاجات اخرى؟ كوتشينج بتدق على مستوى اخر؟ تحتاج مساعده معناتها مرافقه؟ إن هو شوف الاخر. هو بالنسبه لهذا السؤال اهم سؤال انا بالنسبه لي بالحق بصراحه. احنا تو الحين مش نمشي ونمثلوا الدوله التونسيه، معناتها مش نمشي ونشرفوا الرايه التونسيه، خاصه في هذا المجال اللي هو مجال معناتها الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. هو العصر الحالي هو عصر
الذكاء الاصطناعي وعصر الروبوتات، يلزمنا معناتها نكونوا نحتكوا بالخارج، يلزمنا نتقدموا في هذا المجال، يلزمنا نكونوا متواكبين. وهو اسمع بالنسبه للمشاركات الخارجيه لازمها تكاتف كل الجهود، خاصه الدعم المادي والدعم اللوجستي، هذا مهم جدا 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 بالنسبه للفريق، لان احنا ان شاء الله باش نشاركوا في البطوله العالميه في امريكا من تاريخ 19 الى 22 افريل، وبعدها مباشره تجي البطوله العربيه بقطر ان شاء الله من تاريخ 6 الى 9 ماي، يعني قريبين من بعض. وماك تعرف من ناحيه التكلفه، تكلفه المشاركه يعني مكلفه جدا. ان شاء الله نحن باش نحاولوا يعني نتوصلوا، معناتها نحتاج الى دعم، نحتاج الى الاحاطه من كل الجهات، من سبونسورينج، من شركات، من مسؤولي الدوله. وهذا بطبيعه الحال احنا ماشيين مش نمثلوا تونس، وخاصه في هذه المسابقات العالميه القويه، يعني مسابقه فيرست ليج، وهذه من اقوى المسابقات على مستوى العالم في مجال الروبوتيك، وفي امريكا بالتحديد. احنا ماشيين ان شاء الله لازم تتوفر لنا كل الظروف باش نمشيو ونقدموا محتوى جيد ونتسابقوا ونتميزوا ان شاء الله. واضح. بالنسبه لل جوستمون، معناتها اليوم معناتها باش تمشيو على بامكانياتكم انتوما، حسب ما فهمت فماش ما يخلصولكمش مثلا نعاش تساكر، كيفاش شنو اللي بري اون شارج شنو اللي لا؟ والله هو لا، بالنسبه لما هي الدول هي تاخذ اون شارج بالنسبه لتسجيل الفرق، من ناحيه الفيزا، من ناحيه الاقامه، من ناحيه توفير تذاكر السفر. وهذاك احنا من المفروض، يعني لما انا كنت ندرب في الخليج يعني كنت مسؤول فقط، يعني ما نفكرش في الجانب هذا، ما نفكرش في الجانب هذا، فقط انا كونسونتري كان على التدريب. باش نفهمك استاذ، دونك هذوما اللي قلتهم ماهمش بري اون شارج، تجي من كل صوب، معناتها كانت الشركات الخاصة باهي. واضح واضح، فسر لي باش نفهموا. دونك هذوما ماهمش، ما عادش كان تسمع كانت المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة تدعم، كانت الدولة تدعم. وهذاك علاش هو اللي خلى الدول. سي سلاح باش نكونوا عمليين، سي سلاح ما عادش كان تسمع فيا، سي سلاح باش نكونوا عمليين. دونك هذايا اللي سميتهم، دونك تذاكر الطائرة، الفري نتاع الفيزا، السكن، ماهمش بري اون شارج. دونك لا ما همش بري اون شارج، معناتها مازلنا احنا نبحثوا على الدعم اللازم باش نوصلوا نشاركوا، لانه عاطينا توقيت زمني يعني في بالنسبه لامريكا. وقتاش وقتاش من حاجز من الفري هذول الكل، اخر اجل باش يكون 26 مارس. واضح. واحنا توا 8 مارس اليوم، دايوغ اليوم العالمي. دونك ما عندش عندنا برشا وقت باش احنا نكملوا الاجراءات هذيا باش ناكدوا. سامحني سي صالح، تبع نعش خاطر ممكن ما تسمع فيه سي صالح، ما عادش دونك باش نكونوا عمليين. دونك في اللحظه اللي نحكيوا فيها ما عندكم حتى شيء، ما زلتوا ما تحصلتوا على حاليا، معناتها تقريبا ما حتى شيء، معناتها فقط ان شاء الله احنا في انتظار زياره السيد المندوب اليوم ان شاء الله للمركز التدريب دونك للنادي. واحنا سبق لنا قابلناه، وان شاء الله توصل الرساله هذه ايضا للسيد وزير التربيه، للسيد وزير التكنولوجيات والاتصال، للساده معناتها رجال الاعمال، للمؤسسات الخاصه والعموميه. نرجو منهم الدعم لهذا الفريق اللي باش يمثل الدوله التونسيه. واضح 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 جدا. دونك هذا بالنسبه لل نذكروا دونك الفريق اللي فزتوا في المسابقه الوطنيه باش تمشيوا لوحده من اهم المسابقات في العالم في الروبوتيك، فريق تري دوي. مع تبارك الله عليهم، انت عندك خبره، كنت تدرس في الخليج وفزت مع فرق غاديكا بمسابقات اقليميه قاريه وحتى على المستوى الدولي، دونك في مراتب مشرفه وحتى كان معناتها المهم علاش هما ربحوا وترشحوا للمسابقة عالمية، مهما كانت الحظوظ متاعهم في المسابقة هذه من حقهم أنه يمشيوا،
وما نجموش نقبلوا في 2023 انه معناتها اطفال اليوم خاطر معناتها فوالا معناتها ما فماش امكانيات معينه انهم ما ينجموش يمشيوا ويواصلوا معناتها ترشحوا كيفهم كيف شباب من اي دوله اخرى ولكن لقاوا رواحهم ما عندهمش الامكانيات باش يوصلوا. دونك صوتك انا متاكد وصل للمسؤولين اللي سميتهم وزاره التكنولوجيا وزاره التربيه حتى رئاسه الحكومه معناتها وخاصه نعرف يا بليزيور بانك يسمعونا في الوقت هذايا مؤسسات خاصه كتجموا تتفاعلوا اعدادهم خمسه شباب هكا ولا اي خمسه شباب وباش يكون والكوتش والمدرب ويكون معناتها لازم يروح يمشي معنا معناتها ممثل للجانب الاعلامي لان احنا ماشيين مش نسوقوا لتونس لانه هذا العرس التقني هذا العرس العالمي ان شاء الله اعطينا تو احنا مش نمشوا نعطوا صوره باهيه لتونس مش نسوقوا لتونس في جميع المجالات. بون اعطينا تو المهم الشباب الكوتش فوالا بالطبيعه الباقي الكل بعد فوالا دونك المهم هما ينجموا يمشي واضح جدا. شكرا لك شكرا جزيلا على الاستضافة.